اتفضل. ايوه حط الصودا لنفسك انت بقى. بصحتكم. ليه يا زمان الزمان ما عادش زي زمان؟ ليه يا زمان الزمان ما عادش زي زمان؟ ده كل كاس في هوا، ده كل كاس في هوا، بدوه قبل الأوان. زي اللي سمعته قبل كده. وانا مش غريب عن ودني ابدا. ولا ايه يا عادل؟ انا في المغنى ما بقدرش افرق صوت عن صوت. ما لقيتش يوم زي يوم بيفوت من الايام، ولا سعادة تدوم لو شفتها في منام. ولما يتفكر حلمك بتتحصر، يعني عاجبكم الصوت ده قوي؟ والله انا شايف انه مش بطال. لكن انا مش عاجبني. ايه رايكم لو قفلنا الراديو؟ لا على ايه بس هتسدي والسلام عليكم. طب اديني شويه كمان. ضحيت بحبي ومنايا ويوم هنايا هنايا هنايا، وكتبت قصه هوايا من غير سيداتي سادتي الى حفلة غنائية للمطربة الجديدة الطرف، وبعد لحظات نواصل اذاعة برنامجنا. دلوقتي مفيش مانع. الحمد لله. اديني كاس يا منير.